المفاجآت لمونديال هالسنة صارت كتيرة، بداية من مفاجأة تشكيل المنتخبات وصولا لكل تفصيل صغير وكبير عم يصير. كأس العالم بأول نسخة بالوطن العربي، وللمرة الثانية بآسيا بعد نسخة 2002 بكوريا الجنوبية واليابان. النسخة 22 من بطولة كأس العالم، بطولة كرة القدم الدولية للرجال يلي بتصير كل 4 سنوات ويلي بتتنافس عليها المنتخبات الوطنية الأعضاء بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ورح تستضيفها قطر بالفترة من 20 نوفمبر ل 18 ديسمبر 2022. جوانب تاريخية وثقافية رح تعكسهم دولة قطر من خلال الملاعب المصممة، وبمحاولة توافق التصاميم مع الأرض، الراحة وإمكانية الوصول والاستدامة. رح تجهز الملاعب بأنظمة تبريد لخفض درجات الحرارة الداخلية. رح يكون في عروض لمشجعي المونديال والحاضرين بالملاعب، بالإضافة لتسهيلات الدخول لقطر بالنسبة لحاملي بطاقة هيا خاصة بفعالية كأس العالم. مع كل هاد شفنا ساعة بيك بانك اي، ويلي رح تضبط الساعة تلقائيا بهدف مساعدة المشجعين على التقاط أهم اللحظات، وفي حال تسجيل هدف رح تعرض الساعة رسم متحرك بضم اسم اللاعب والأمر نفسه بالنسبة للبطاقة الصفراء والحمراء وركلة الجزاء. ما رح ننسى قرية المشجعين يلي بتضم 6000 كابينة مصممة خصيصا لمشجعي مونديال 2022 لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار، ومفاجآت كتير عم تبهرنا ليكون مونديال هالسنة مميز ومختلف وحماسي لكل المشجعين.